باسم السكينه ديال جهه الشرق. كنرحب بجميع الضيوف اللي حضروا معنا في هذا الملتقى الثالث لمهرجان كران، اللي انا كنشوفه بحال واحد الابداع تاع واحد المجموعه شابه، ناس شباب ولاد المنطقه اللي بدعوا. وهذا الشيء انا كيبلغ ان شاء الله، يعني مادام انه صبر ثلاثه تاع الدورات، انا كنقولوا كيقول لك الثالثه ثابته، مادام الثالثه ثبتت ونجحت ان شاء الله غادي تكون واحد الاستمراريه، وغادي يكون واحد الوجه اخر. رغم انه حنايا رحنا مجرد غير تلقينا واحد الدعوه باش نحضروا، حضرنا معكم، اكتشفنا وكان لي الشرف اني تعرفت على ناس من فرنسا، من عدة دول أوروبية، من مصر، من إفريقيا، من الولايات المتحدة الأمريكية، باش هاد الشباب يقدروا يجمعوهم هنا في مدينة وجدة. وانا كنقولها دائما، مدينة وجدة هي ملتقى نتاع الحضارات، ومدينة وجدة مدينة ديال التاريخ وديال اللي عطات النضالات والكفاح في التحرير ولا في الثقافة ولا عدة مجالات. فلهذا أنا جد سعيد بالتواجد ديالي معكم، وجد سعيد كذلك أنني تعرفت على بعض الإخوان هنايا، وكنوجه لكم الدعوة باش غدا إن شاء الله ديروا واحد الزيارة عندنا المقر ديال غرفة الصناعة التقليدية، بأنه باش نشوفوا حنا وشنو كنديروا عندنا في المدينة ديالنا وفي البلاد ديالنا، باش نتعرفوا ونتقربوا بعضياتنا، كنتقربوا بعضياتنا بالعلاقات وبالعمل، لان العمل هو اللي كيصنع الحدث. وحنا الحمد لله عندنا الثقه الكامله في هاد الشباب، والكل كنبلغ لكم التحيه ديال جميع السلطات المحليه، لا السيد الوالي لا السيد رئيس مجلس جهه الشرق، اللي الحمد لله حتى هما راهم غادي يكونوا من المساندين الرسميين ديال هاد الملتقى، باش تكون عنده الاستمراريه. اذا مره اخرى كنشكركم على المشاركه والمساهمه ديالكم في هذا الملتقى. توقيت الزياره الميدانيه، التوقيت الغرفه غادي نسق مع لان هذاك الشيء جا على غفله، ولكن انا جيت ساعد. علاش قلت لكم انا جا من خلال المناقشه اللي كانت عندنا، كانت واحد الدردشه، وبغيت باش تشرفونا، لانه بغيناكم تكتشفوا واشنو عندنا حنا في المدينه ديالنا وفي الجهه ديالنا وفي البلاد ديالنا ككل. لان الحمد لله المغرب معروف بالعلاقات ومعروف بالانفتاح ديالو على جميع المستويات، ماشي عن طريق الصدفه. المغرب راه دابا هو المحرك والدينامو تاع افريقيا، ماشي من الصدفه كذلك بانه المغرب تعطاته مكانه في الاتحاد الاوروبي، ماشي من الصدفه كذلك المغرب تعطاته مكانه في دول الخليج. اذا انا ماشي ليس بغريب على المغرب. فلهذا انا منشد الاخوان من عده دول، وتأكيد انه ان شاء الله باش تقوموا عندنا واحد الزياره، ومن ثم غادي تكون واحد نفتحوا على مسائل اخرى. شكرا. كنرحب بك. شكرا.